حد يبص على العلبة اللي أنا ماسكاها دي دلوقتي، هي حاجة بسيطة يعني ما حدش عارف، ممكن تكون هدية، ممكن تكون أي حاجة تانية، لكن ما حدش هيتخيل تماما إن العلبة اللي أنا بتكلم عنها دي طريقة فتحها سهلة جدا، وأول ما بفتحها بتتحول على طول لصندوق للتخزين. مش بس كده، كمان أول ما بفتحها بالشكل ده بحط كمان القاعدة بتاعتها جوه بثبتها، وبالتالي بيكون عندي صندوق للتخزين، وشايفين انه المساحة بتاعته قد ايه كبيرة جدا من جوه. هنا بنوريها للكاميرا ان هي عميقة جدا، يعني بتشيل اغراض كتير مختلفة. بالتالي كمان نقدر هنا في حتى كمان قطعة تانية مختلفة، وهي الغطاء. اول ما احنا بنحطها بالشكل ده ممكن تتحول هنا، انا بوريها للكاميرا، تتحول هنا ككرسي، او بيتحول لصندوق احنا بنخزن فيه كتير من الاغراض. مش بس كده، كمان بنشوف ان هو ديكور، قطع ديكور مهمه جدا، وايضا نقدر نستخدم الغطاء كصينيه للتقديم. يعني مفيش احسن من كده، منتج بنستفيد منه بخمس حاجات: ديكور، تخزين، توفير مساحه، كمان بنستخدم كصواني للتقديم، وكراسي للجلوس. ومفيش احسن من كده منتجات من ميزون رويال. فاذا مثل ما عم بتشوفوا ماركه مميزه، هيدي الماركه هي من الامارات، بتقدم قطع اكسسوار من المفروشات بنقدر نحن نستخدمها مثل ما ذكرت رانيا كقطع ببيوتنا، ولكن ايضا اهميتها انها هي للستورج. رانيا حكت على القطعه الصغيره اللي معها، تعي نفرجيهم هيدي القطعه الكبيره هون. كمان مثل ما ذكرت رانيا طريقه الاستخدام ولا اسهل، بمجرد نحن ما نفتحها بهيدي الطريقه بدي احط القاعده اللي موجوده هون بهيدا الشكل. كمان هون عم نشوف المساحة الكبيرة اللي موجودة، الأحكام اللي بيكون سواء على الجوانب أو حتى كمان من تحت. بعدين بنحط الغطاء، فينا نحطه، بتصير عنا ستول تشير بتعقد، بنحطها قدام التخت، بنخزن فيها العديد من الأشياء. قد ما ضغطنا عليها رانيا، الحلو إنه ما بتاخد الطعجة، ولكن بيرجع هيدا الفوم بيرتفع، وهيك صار عنا ستول تشير، طاولة، بوكس. بس ممكن وإحنا قاعدين مثلا بنقرا اي كتاب، بنتفرج على التلفزيون، بنشوف، بنحط قدامنا البوكس وبنسند رجلينا عليه. وشايفين طريقه الاستخدام بتاعته كمان سهله وحلوه. كمان هنا برضو شايفين على الشاشه الاحجام المختلفه للصندوق الكبير وايضا الصندوق الصغير. فاذا كمان بدنا نستعرض نحن وياكم الاشياء العديده اللي انتم بتقدروا تعملوها وكيف تخزنوها، سواء كانت هيدا التخزين عم نشوفه بغرف الجلوس اللي موجوده عنا، او حتى بمناطق مختلفه هون عم نشوف حتى بالاماكن او الغرف الخاصه لالنا، لانه مثل ما ذكرتي طريقه التخزين هي بتكون كثير عمليه. صح. اللون الابيض قد ايه كثير حلو بيتماشى مع جميع الغرف، والاسود وكمان البني. وهنا كمان برضه عايزين نشوف طريقه التخزين، يعني كل سيده ده بيكون اكيد عندها كركبه جوه البيت وبره البيت. أكيد. لكن مع الميزون رويال اوتومان سيت الثري بيسز اللي احنا بنقدمها النهارده، هنشوف ان هي عمليه جدا. لو مثلا في عندنا اغراض، شوفي الكيبلز دي اكتر حاجه يعني بتهم كل حد في البيت. أكيد. الست البيت طبعا، والامهات والابهات طبعا بيهتموا ان كل الكيبلز الكركبه دي كلها تكون موجوده في مكان واحد بتخزنها، يعرفوا فين مكان الشواحن، فين مكان الفيشه او البلاجز، يعني فعلا عمليه جدا. ده بالنسبه للكيبلز. كمان هنا برضو في فكرة تانية أحلى وأحلى، إن إحنا لو حطينا الأحذية وحطينا كمان السليبرز، بمجرد ما إحنا بنحطهم بالشكل ده حطناهم جنب الجزامة عند البيت، عند باب البيت، فنقدر إن إحنا نستخدم البوكسز دي ككرسي، نقدر نقعد على الكرسي وفي نفس الوقت نلبس الكوتشي بتاعنا، نلبس السليبر ونخرج برا البيت بمنتهى السهولة. هنا لو إحنا بنتكلم على التو بوكسز، شفنا قد إيه كمان إن الأحجام بتاعتهم عملية. لكن هنا برضو لو بتكلم على البوكس الكبير، بنشوف انه برضو بيشيل واو. اغراض كتير تانية، منها بختار جنب احط فيه ملايات السرير، وكمان جنب تاني بحط فيه التاولز، واللي منها بتاخد مساحه في دولاب اي ست بيت، انه بتاخد مساحه لما تحطي الشراشف بتحطي كمان التاولز، لكن هنا هتوفر لك مساحه كبيره، هتاخدي القطعه دي كلها تحطيها عند السرير، وفي نفس الوقت هيكون عندك مساحه كمان، وطريقه التخزين سهله، وبرده قطعه ديكور حلوه. وطبعا الامثله بتكفي معنا، لانه نحن بنعرف انه بيوتنا مثل ما ذكرت رانيا، هون عم نشوف كيف الالعاب، يعني هيدي من اهم شيء للسيده انها تقدر
بتقدر تحط وتحفظ الالعاب تاعو لاولادها بطريقه كثير سهله، يقدروا يشيلوا البوكس ويقدروا كمان هن يتحكموا بطريقه الترتيب. الى جانب هيدا الشيء البوكس الثاني اللي عم نشوفه ثياب للاولاد الصغار، الحلو كمان انه كل سيده بس يصغروا ثياب اولادها في اوقات بتحب تحتفظ باشياء معينه، هون عم نشوف كيف طريقه كمان التخزين كثير سهله. بنجي على القطعه الكبيره اللي موجوده معنا هون، وهيدي القطعه حاطين فيها الحاف كامل، وفينا اكيد نحط فيها المخدات خاصه بس يجينا ضيوف بنضطر انه نحن تكون عندنا كميه كثير كبيره. بنرجع بنحكي كيف طريقه التخزين كثير سهله، كيف الاحكام بيكون كثير موجود بتعقد. الالوان كمان اللي موجودين معنا رانيا هن الوان كثير 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 عمليه وكمان كثير حلوه. وهون كمان فضلي. لو احنا كمان بنتكلم على طريقه الاستخدام، شفنا برضو انه الالوان فعلا محكم، الالوان طبعا حلوه بتليق على ديكورات كثير، وطريقه الاستخدام بتاعتها كمان حلوه. لكن هنا لو حابين نتكلم على الماتيريال، هي مصنوعه ايضا من الجلد الصناعي اللي بيدي لمعه، يعني هي نفس لمعه الجلد الطبيعي، بالاضافه كمان زي ما قلتي انه الغطاء بتاعها كوشند او مبطن وبالتالي بيحفظ الحركه. كمان هنا هي مريحه جدا، وبرده يعني لو احنا حاولنا ان احنا نستخدمها ككرسي نقعد عليها بنشوف ان هي يعني مريحه قوي. صح. على فكره الكوشنز بتاعتها مريحه على الجسم. كمان هنا برده هي عمليه، وشايفين ان هي مصنوعه برده من خشب الام دي اف اللي بيخليها ان هي قويه وعمليه جدا، يعني استحاله يحصل لها اي حاجه. وبرده بتشيل وزن كتير، يعني اكتر من 200 كيلو جرام. انا طبعا مش 200 كيلو جرام، بس بنشوف بس ان هي جملتك بتشيل وزن كتير. وقفتي دغري انت كمان. يعني هي حتى كمان برضه بتستحمل وزن، حتى ما نشوف هنا وكيف دغري عن جد بيطلع الفوم وما بتاخد إنها الكسره اللي كانت موجوده عليها. كمان بدنا نحكي رانيا على الاشياء العديده اللي بنقدر نحن نعملها ونتحكم فيها. هون عم نشوف مثل ما ذكرتي ببدايه الفقره كيف الغطاء بنقدر نحن نقلبه، وبهالطريقه بيكون تري لنا وبنقدر نحتفظ بالجزء اللي تحت فيه نخزن فيه. فممكن تكون طاوله، ممكن تكون هيك ستاند تيبل حلوه، كرسي ستورج كمان لقلنا. هنشوف هنا برضو مع سارة كمان هتفرجينا على كتير من أكيد. الأشياء اللي احنا حاطينها كأفكار لكل سيدة. هون حاطين مثلا نحن عندنا الالبومز، هون حاطين الدي في ديز اللي موجودين معنا، وهون كمان عندنا الالبوم. من عندك هون عم نشوف كمان في عنا الكتب والمجلات، وايضا هنيك الادوات الخاصه مثل السشوار والفرشايه. يعني شو ما بيخطر على بالها السيده بتقدر تخزنهم بطريقه كثير حلوه. على فكره مش غلط اذا تقدري انت تعملي ميكس اند ماتش بين الالوان لشيء كمان يكون كثير كثير عصري وعملي. وانا تعبت هاي قاعده. فعلا حلوه جدا، وكمان مريحة. يعني احنا شفنا فعلا طريقه الاستخدام بتاعتها حلوه، بمجرد ما انتم بتفردوها بطريقه سهله وكمان بتطووها بطريقه سهله بتكون عمليه جدا. وشايفين ان طريقه استخدامها حلوه، ونقدر ان احنا نخزن معاها كتير من الحاجات المختلفه. هنا كمان اخر حاجه هنعملها هنشوف الميه، حتى كمان برضو طريقه خليني اجيب لك الميه بتاعتها سهله، ونقدر ان احنا زي ما شايفين ان احنا نقدر نحطها. لو انت عندك اكتر من لون مع بعض نقدر نحطها بشكل الطاوله وتعملي سيرفنج عليها. هنا كمان برضو نقدر نشوف انه هنا اول ما حطينا الميه وقعت عليها الميه على اي من القطعتين، بنشوف ان هي بتترسب على طول، مش بتترسب ابدا، ان هي بتكون مركزه على طول على السطح، وبالتالي بنقدر ننظفها. شوفي. بطريقه عمليه جدا. هيدا بمجرد اللي عم تشرحه رانيا، ما بيوصل ابدا اي نقطه مي ولا نقطه بتوصل لجوا. حطينا نحن المي وهون ابدا ما وصلت ولا نقطه لجوا، بالعكس كانت ناشفه تماما. مجموعه متكامله رانيا، يعني فعلا مجموعه متكامله، وكل سيده حابه ان هي تحصل على المجموعه دي احنا بنقدمها النهارده كمان بسعر مميز جدا، وهو بوكس مميز بكتير جدا من الالوان المختلفه. عندنا هنشوف دلوقتي على الشاشه اللي هو اللون الاسود، اللون البني، وكمان اللون البيج. شفنا ان هي قد ايه عمليه، برده كمان احنا بنقدمها بسعر مميز جدا $79، ورقم المنتج 646001. فاذا مثل ما شفتوا كل اللي عليكم تعملوا تتصلوا فينا لحتى تحصلوا على منتجاتنا، او من خلال زياره موقعنا الالكتروني citruscv.com. اعجبكم المنتج؟ اضغط على اضافه في السله.